السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا فيه شوية بساطة وسهولة، ولكن الخبرة الطهوية مع التغذية مطلوبة. إزاي أعمل البتنجان ويبقى الطبق ده فيه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير ومفيش أي مشكلة صحية؟ البتنجان هنعمله مسقعة النهاردة، ولكن بفكر المغازي إزاي ما أعمل مسقعة من غير ما أحمر البتنجان. هو ده الكلام، هي دي الشطارة، ونعمل له طشة وياخد الطعم وتبقى مسقعة البتنجان بتاعتك محدش بيعملها في العيلة غيرك وبس. معانا مكرونة سباكيت النهاردة هنعملها بالزبادي. كلنا عارفين الزبادي حاجة بتساعد على الهضم، لطيف وجميل، بيعالج مشاكل الحموضة والقولون، ولكن نعمل طبق مكرونة بزبادي وياخد شوية تومة مع شوية نعناع يابس، أكيد الطعم لطيف، وده طبق المفضل على فكرة في وجبة العشاء. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض سلطة الخيار. الخيار إن ممكن إحنا نخلي الخيار إن إحنا نعمل طبق سلطة الخيار مع الفتوش، ولكن نعمل سلطة الخيار بالثوم والنعناع، بما إن الخيار كمان مفيد وبيساعد على الهضم وقيمة غذائية عالية جدا وفوائده لا تعد ولا تحصى. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة النهاردة، والخبرة الطهوية بتلعب دور كبير جدا مع الماتيريال بتاعنا، ومش لازم إنك أنت يكون عندك حاجات كتيرة علشان تعملي سفرة، بالعكس الشطارة في إنك تعملي سفرتك تكون فيها العناصر الغذائية اللي بتناسب كل أفراد الأسرة. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره ولكن المعنى كبير. ازاي الكلام ده مغاز؟ تفاصيل صغيره، ازاي اعمل طبخه لبن، سواء هعمل كبيبه باللبن، هعمل شيش برك، هعمل لبنيه، هعمل لبن امه، اكلات كده معروفه ولها تراثها ولها طبعا مقامها في كل الدول، طبخه اللبن ايا كان. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، ولكن انا هستفيد بالمكرونه الاسباجيتي بما ان هي فيها نشويات وكربوهيدرات، والمكرونه الاطفال بيحبوها سواء مع صوص بولونيز، سواء مع وايت صوص، سواء مع مشروب وهكذا. اول حاجه المقادير على الشاشه نشوفها مع بعض عشان لا تتعدى اصابع اليد الخمسه، ولكن الطبق لازم نضرب له تعظيم سلام في الطعم والقيمه والشكل. شويه ملح، شويه زيت زيتون، مع ماء بيغلى على النار عشان نسلق المكرونه دي. حلو الكلام. المقادير خلاص يا شباب، مكرونه سباكيتي زبادي، معلقتين نشا متدوبين في شويه حليب، معانا كمان كزبره خضراء، ومعانا توم، ومعانا نعناع يابس او نعناع اخضر. هي دي المقادير البسيطه السهله. ادي المكرونه بتاعتنا السباكيتي في الماء المغلي بالشكل ده كده، واسيبها وانساها شويه. حلو قوي. ونعمل طبخه اللبن المعتاده. طاس على النار الاخبار فيها شويه زيت زيتون. حلو قوي. مع زيت الزيتون ده يا عم الشيف بنحط شوية زبدة. طبق مكرونة ولادك بالليل بيذاكروا قاعدين، اتغدينا مثلا بدري وعايزين نتعشى طبق حلو كده، عاملين الأكل بتاعنا لطيف، هتقدر تعملي لهم إيه؟ طبق مكرونة زي الفل. مش لازم إنك تعمليه بلحمة مفرومة وتبقى دسمة وتبقى تقيلة بالليل خالص. آدي الثوم يتحمر كده، والثوم بيتحمر ممكن عينيا تدمع، ممكن ريحه الثوم. ايه رايك لو حطيت شويه نعناع يابس؟ نعناع يابس يعني نعناع ناشف. تجيب النعناع البلدي كده وتقطفيه، وبعد ما تقطفيه تسيبيه ينشف ويبقى عندك كده تستخدميه في طبخات اللبن. نعناع دايب دوب مع الثوم مع زيت الزيتون والزبده. الله عليك يا عم الشيف. لسه ما خلصتش. في كزبره خضراء. الله. يا نعم. كمان شويه كزبره. الله، ريحه الكزبره مع التومه. بطاطا حاره ما تقولش لا، طبخه لبن ما تقولش لا، عاملين طبخه باميه حلوه وطاجه باميه مش هتقول لا. ناخد الزبادي بتاعنا. يا ويلي يا ويلي على شويه الزبادي دول كده، لما نحط شويه شيش برك في قلبيهم. شيش برك ايه هو يا مغازي؟ عجينه الفطاير بتاخد لحمه مفرومه مع شويه لوز وندخلها الفرن تستوي تطلع تعوم في اللبن.
الله. اللبن بالشكل ده هيبوظ مننا، نتكلم للأمانة، لو احنا عملناه الناس تضحك علينا. ليه هيفرط؟ نقوم نعمل ايه؟ هو ده الكلام بقى. معايا شوية حليب وشوية نشا وبيضة. شوية حليب، شوية نشا وبيضة. بخفق دول مع بعض. مهم جدا. وبعدين بنزل بيهم على اللبن عشان اللبن ما يفرطش مني. يعني يفرط يعني يبرغل يعني يقطع. بسقطهم هنا كده، هو ده الكلام. واصبر عليه شوية، نسبة وتناسب، المكرونة بتستوي واللبن بيستوي، هنعرفهم على بعض. طبق المكرونة ده حكاية، اعمليه لولادك وادعيلي بالأمانة. يعني القيمة الغذائية فيها بروتين حيواني، فيها نشويات، فيها كالسيوم، فيها معادن، قولي لي بس، فكري في اللي انت بتفكري فيه وانا اقول لك الطبق ده ايه المحتويات الغذائيه بتاعته او العناصر الغذائيه بتاعته، تناسب الصغير والكبير وخاصه كبار السن، الاطفال اللي هيعترضوا على طبق المسقعه اللي انا عايز اطلعها من الفرن دلوقتي. حلو. الشطاره هنا يشيل كل حاجه. مخرجنا الجميل عايز يشوف المسقعه اللي في الفرن، اللي عايز العيش البلدي، والواحد بقى ايه ما يقدرش يحوش ايده للامانه. حلو الكلام. والمكرونه بتستوي في قلب الفرن. يلا اللهم صل على النبي. المكرونه راحت فين؟ ده كانت قدامي دلوقتي. هو ده. بص على المكرونه دي كده. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. حتى سلق المكرونه فيه فن يا شيف. والله العظيم فيه فن. انت ممكن تكسري المكرونه دي وتعجن مني، كنت لسه قالب بقى مطبخ. يعني تغليها في ميه بارده، على الميه ما تسخن تكون المكرونه عجنت واتكسرت منك. فلازم المكرونه تتسلق في ميه مغليه مع قليل من الملح. اخبار المكرونه ايه؟ اللهم صل على النبي. واللبن جاهز. خلي بالك، مدرسه المغازي بتقول ايه بقى؟ تعملي مكرونه مع صوص بولينيز، تعملي مكرونه بالتونه، اي نوع المكرونه لازم تستوي مع الصلصه التابعه ليها عشان تاخد منها الطعم. حبيتوا طعم فاصل يا شباب؟ طيب، ولكن مهم جدا ان احنا لما نيجي نتعامل مع المكرونه نحط في الاعتبار اذا بتعمليها بالوايت صوص، بتعمليها بالزبادي، بتعمليها بالطماطم، لازم تكمل سواها في قلب الصلصه. هنعتبر اللبن بتاعنا ده شيف المغازه عمله بتكنيك عالي جدا من الخبره الطهويه، ما يفرطش معايا. هنخلي المكرونه تكمل سواها في قلب الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا مكرونه. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه في قلب اللبن يا ويلي. كمان واحده. حاضر. هو ده. يلا كمان واحد. والله العظيم يا اخوانا انا بكلمكم بالله، انتوا عارفين الشيف المغازي شفافيه الحديث دايما على لسانه. الطبق ده المفضل ليا بجد. ايا كان، اتعشى اتعشى منه وانام مستريح وزي الفل، لا ارتجاع مريء ولا مشاكل مع الكولون ولا 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 اي مشكله ما في. والطبق بقى بملى الطبق قدامي نص كيس لوحدي. هتتقلب مع الزبادي وبالف هنا وشفا. طب دي عايزه ايه على السفره؟ طبق سلطه خضراء، طبق سلطه الخيار اللي هعمله دلوقتي. استاذن حضراتكم، خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل للتكنيك العلمي والخبره الطهويه بتلعب دور كبير جدا، ازاي تعملي لاولادك سفره لطيفه وجميله وتناسب افراد الاسره الصغير والكبير والكبير والصغير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير. مغازي بيتفلسف النهارده. انت لما يكون عندك خبره في المطبخ بتاعك بتتفرجي على الشيف المغازي على القناه الاولى، اكيد السفره بتاعتك هتكون مختلفه متنوعه. طبق مكرونه، شايفين الدلع، ايه الجمال ده. لا مكرونه، لا تقولي لي بقى اللحمه وتقيله على المعده والدهون. بتعملي هيلسي، بتعملي دايت، جوزك عنده مشاكل مع الكولون، ولادك ده على فكره الطبق ده فيه بروتين، فيه كالسيوم، فيه معادن. عيني. اللبن فرط؟ لا. طب اقول لك على علامه حلوه تعرف اللبن يفرط ولا ما يفرطش ازاي، وتعرف ان الشيف ده شاطر ولا لا، ولا بيضحك علينا. اقول لك دلوقتي حالا.
وانا معاك اهو. اهو يا ست الكل، اهو يا اختي، اه عينيا عينيا. هتجيبي كده ايه ظهر المغرفه بتاعه الشوربه وتاخدي شويه زبادي. انا بقول لك بس على حاجات صغيره كده علشان تبقي انت واثقه من نفسك كنت في المطبخ. اه شوف اللبن بتاعنا ده لو فارت هتلاقيه بكلكع. اه شوف التفاصيل، نعناع يابس هتلاقي، كزبره خضراء هتلاقي، ثوم هتلاقي. اه المكرونه استوت. اه تعملي بالمعلقه كده، ايه الحلاوه دي؟ اه شفت هو ده. ده اللبن. اه زي الفل. طب ايه السر يا ام غازي هنا وانت عملت ايه؟ شويه النشا مع البيض، خلص الكلام. ناخد الطبق ده كده، والله بقى عندك شويه لوز يا مزاج اللوز، حمصيهم في شويه سمنه وحطهم على الوش. عندك شويه صنوبر، حمصيهم وحطهم على الوش. عندك شويه فول سوداني، حمصيهم وحطهم على الوش، مش هيقول لا. عندك شويه فوزدو، ايا كان نوع المكسرات. هي كل القصه ان انا ببني الهرم الغذائي. مكسرات يعني اوميجا 3، يعني كده الطبق بتاعي يغنينا عن اي حاجه موجوده على السفره. اه زي الفل. طبق كده جاهز. قولوا معايا كده بصوت عالي، استحق ولا لا استحق؟ اكيد تستحق. رؤية فن ابداع، شوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه باقل تكلفه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.